السلام عليكم. النهارده بقى اليوم ال11 في رمضان، احنا بس عايزين نتكلم عن شويه نصايح عامه، لان احنا بعد كده هنتكلم في انظمه الدايت المختلفه وكل نظام بيفرق عن التاني في ايه. فلو بنتكلم في نصايح عامه دايما عشان نتكلم في فكره التخسيس، زي ما اتكلمنا قبل كده عن موضوع الميه، فموضوع الميه ده اساس في موضوع نزول الوزن. فلا، موضوع الميه ده ما فيهوش فصال. الجزء التاني انتظام النوم، ان نومي يكون منتظم على الاقل من 6 ل 8 ساعات، ويا ريت لو يكونوا في فترة بالليل. وطبعا الكلام ده يمكن صعب شوية في رمضان، بس الموضوع ده مهم جدا، لان ده له علاقة بتظبيط هرمونات على مدار جسمي. وخلي بالك ان تأثير النوم ممكن يبقى ليه تأثير زي كأني متناول وجبة دسمة، او كأني باخد كأنها حقن كورتيزون، وهنتكلم عنه في فيديو متفاصل على تأثيرات موضوع النوم. الحاجة الثالثة اللي لازم نحطها ان في شوية حاجات سعراتها الحرارية عالية بنحاول لو انا مش عارف اسيطر عليها، لا يبقى نمنعها افضل. زي ايه؟ زي اولا لما بنتكلم على الحلويات او السكريات، لو انا مش عارف اسيطر عليها او انها تريجر ما بعرفش اسيطر على كميتها، بنفضل ان احنا نمنعها. الحلويات، السكريات، المعجنات بالذات اللي موجوده في الفرن او كده، لو انا مش عارف اسيطر بالكميه المعينه اللي احنا متفقين عليها، لا ممكن ساعتها نمنعها افضل. كمان حاجه المخللات، الموالح، لان دي بتعبي ميه تحت الجلد بشكل زياده، وعشان كده بنحاول ان احنا نستغنى عنها. كذلك الحاجات المقليه، المقليات او عاليه الدسم او الدهن، دي برضو بنحاول ان احنا نستغنى عنها، لان ليها تاثير على جسمي، تاثير زياده، سعرات حراريه زياده، وده يبدا ياثر معانا. وعشان كده الحاجات دي يمكن اكتر نصايح بنحاول نبعد عنها في فتره الدايت. الحاجات الرئيسيه دي، الخطوط الرئيسيه دي، لو بعدنا عنها اوريدي ممكن نبدا نحسن من حالتنا الصحيه، وممكن نبدا في نزول الوزن من غير اي دايت كبدايه. فعشان كده دي بالنسبه لنا بتبقى الخطوط الحمراء اللي احنا بنحاول من خلالها نصلح من صحتنا. والسلام عليكم.